مرحبا بكم متابعينا الكرام. اليوم سنتحدث عن موضوع أثار جدلا واسعا في الساعات الماضية، حيث نشرت الإذاعة الرسمية الجزائرية تقريرا تلفزيونيا يتضمن عبارات مسيئة للمغاربة المشاركين في المسيرة الخضراء. هذا التقرير الذي وصفه الكثيرون بأنه قذر وحقير يعكس مستوى الانهيار الذي وصل إليه النظام الجزائري، فعلى الرغم من أن المسيرة الخضراء كانت تهدف إلى إنهاء الاستعمار الإسباني في الصحراء المغربية، إلا أن الجزائر اختارت أن تهاجم المغاربة بدلا من دعمهم. المثير للدهشة أن هذا النوع من الإساءة لم يحدث حتى في زمن الاستعمار الإسباني، فقد كانت إسبانيا رغم كل شيء أكثر احتراما من النظام الجزائري الحالي. يبدو أن الجزائر التي تحاول دعم إسبانيا في مواجهة المغرب تؤكد على دورها ككلب حراسة للاستعمار، وهذا ما يجعلنا نتساءل، هل الجزائر حقا تدعم المستعمر ضد جيرانها المسلمين؟ لنسترجع بعض الحقائق التاريخية. خلال أزمة جزيرة ليلى في 2001 وقفت جميع الدول العربية مع المغرب باستثناء الجزائر التي وقعت اتفاقية تعاون مع إسبانيا. لنسترجع بعض الحقائق التاريخية خلال أزمة جزيرة ليلى في 2001 وقفت جميع الدول العربية مع المغرب باستثناء الجزائر التي وقعت اتفاقية تعاون مع إسبانيا. واليوم نرى الإعلام الجزائري يهاجم المغاربة الذين واجهوا بشجاعة المستعمر الإسباني، فكيف يمكن لدولة مسلمة أن تدعم القوى الاستعمارية ضد جارتها؟ المغاربة الذين شاركوا في المسيرة الخضراء فعلوا ذلك بشجاعة منقطعة النظير، حيث انطلقت المسيرة في ليلة واحدة وسجل أكثر من 1,000,000 مغربي المشاركة. الملك الراحل الحسن الثاني كان لديه رؤية واضحة، حيث اختار 350,000 مشارك في المسيرة، مع العلم أن الشعب المغربي كان مستعدا للزحف بأكمله لو أتيحت له الفرصة. في النهاية علينا أن نتذكر أن التاريخ لا ينسى، وأن الأفعال تتحدث بصوت أعلى من الكلمات، فهل ستستمر الجزائر في هذا النهج أم ستعيد النظر في مواقفها؟ لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لمتابعة كل جديد. اتركوا لنا تعليقاتكم حول هذا الموضوع. شكرا لمتابعتكم.